للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والصحفي الاستاذ احمد الفراج. اهلا بكم استاذ احمد الى استوديو الرافدين. مفوضيه حقوق الانسان في تقريرها قالت بان ارقام كبيره من المتظاهرين قتلوا وايضا اصيبوا واعتقل اكثر من 540 متظاهر. كيف ترى تعامل القوات الحكوميه مع المتظاهرين في ظل حديث العبادي عن عدم استخدام العنف؟ بداية تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. أنا أعتقد هذا تطور خطير في مسار التظاهرات تنهجه تتبعه الحكومة العراقية. للأسف الحكومة العراقية تدعي أنها تحمي المتظاهرين في جنوب العراق السائرين على تقديم الخدمات، لكن ما نسمعه ولدينا مصادر حقيقية تؤكد بأن حملات اعتقال ضد منظمي التظاهرات مستمرة في جنوب العراق وتهدف بالتحديد الناشطين، وأيضا هذا يخلق فجوة بين الحكومة العراقية وبين المتظاهرين المطالبين بحقوق شرعية. أنا أعتقد أن الحكومة العراقية أيضا تريد أن توهم المنظمات الإنسانية وكذلك توهم الشعب العراقي بأنها تقف مع هؤلاء المتظاهرين، لكن حقيقة ما شاهدناه من عمليات غير إنسانية أو لا إنسانية بالصلاة يستخدمها البعض من القوات الأمنية وكذلك بعض من الأحزاب المتحالفة مع الحكومة العراقية لقمع هؤلاء المتظاهرين وهم بالآلاف. نعم أستاذ أحمد، بعد تأكيد منظمة العفو الدولية بأن القوات الحكومية استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، برأيك كيف سيواجه العبادي المجتمع الدولي الذي يرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على شرعية الحكومة التي يرأسها العبادي دوليا؟ حقيقة يعني اليوم علينا أن نتكلم بأن ولاية العبادي قد انتهت، وأيضا شعبية العبادي خفت كثيرا، وهذا هو ما يكتب ايضا في الصحف الامريكيه. يعني الصحف الامريكيه كانت لها بالفتره الاخيره او بخلال بعد انطلاق التظاهرات مباشره العديد من المقالات التي تقول بان التظاهرات الشعبيه في جنوب العراق اضعفت العبادي كثيرا. على السيد العبادي، للاسف السيد العبادي يتصرف يعني خارج نطاق يعني الدولة، وكذلك هو بدل أن يذهب إلى شيوخ العشائر وكذلك يذهب إلى بعض يعني قادة الميليشيات كما رأينا، هو كان عليه أن يذهب، يعني الأجدر به كان أن يذهب إلى الجلوس مع هؤلاء الشباب المتظاهرين. والحل هو يأتي بعد جلوس مع هؤلاء الشباب. يعني الوظائف 10,000 وظيفة التي أطلقها السيد العبادي، أنا أعتقد هذه ورطة جديدة تضاد السيد العبادي ومن نصح السيد العبادي باطلاق 10 وظيفة. شاهدنا ايضا هنالك مقاطع فيديو ظهرت من قبل ناشطين كيف ملفات هؤلاء الشباب البصريين ومن النجف ايضا ومن كربلاء ترمى في سلة المهملات، هو ضحك على هؤلاء المتظاهرين لي بنفس الوقت ايضا هو ذكاء من قبل بعض الاحزاب لمصد غضب الشارع وكذلك مصد غضب المتظاهرين. لكن اؤكد ما نسمعه من ناشطين وكذلك ما نسمعه من بعض الذين يخرجون لاسقاط ربما هذه المهزله من بعد عام 2003 يقولون نتظاهر حتى وان الحكومه العراقيه اطلقت لدينا 10,000 وظيفه، نحن سنبقى نتظاهر الى تحقيق المطالب نقابه اطباء العراق اعلنت عن تضامنها مع المتظاهرين في المحافظات وايضا المطالب المشروعه، كيف سينعكس تضامن منظمات المجتمع الدولي على الحراك الشعبي برايك؟ يعني خليني اتكلم بصراحه، بدايه انطلاق التظاهرات حقيقه لم يكن هنالك تعاطفا لا عربيا ولا دوليا. اليوم مع يعني تزايد اعداد المتظاهرين وكذلك مع اصرار المتظاهرين على الخروج خاصه الجمعه اليوم كانت هنالك تظاهرات حاشده في جنوب العراق وفي بغداد ايضا، ترى الصوره اختلفت كثيرا،
وهذا الاختلاف ايضا سيصب في صالح المتظاهرين، وايضا هنالك تفاعل، يعني التفاعل هو جاء من قبل يعني الخارج قبل الداخل، لكن للاسف تبقى داخل العراق للاسف هناك بعض الفضائيات العراقيه وبعض الصحف وبعض الصحفيين وبعض الناشطين ايضا لا يقفون مع هؤلاء الشباب. انا اعتقد ان ان ظلت التظاهرات بهذه الوتيره وكذلك تصاعدت سيكون ايضا هنالك رد اكثر من قبل المنظمات الانسانيه وكذلك ايضا من قبل المنظمات الدوليه، وايضا هنالك سيكون مشاركه الاعلام الدولي حقيقه نراه ضعيفا، لكن خلال اليومين الماضيين كان هنالك تفاعل مع المتظاهرين وهذا شيء ايجابي. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ احمد الفراجي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.